كل واحد من يوم من الايام الله يرحمنا وياكم خطف له شايب. سكت خطف شايب. فمر يبدون الشيبان يتخبرون. ايه انتبه يا ترى تروح لحالك ترى الدعوه خطر. المهم ذاك الشايب رايح يبي يصلي مع عصا. وله شمس والمسجد بعيد امر يجي واحد جزاه الله خير على نياته زي سلطان حبيبي. قال يا عم اركب وديك. قال قديمه خايف من عايل. رضي الله عنه. فبعض الناس هو مضحوك عليه ومع ذلك يتكرر انه الخطا. صلوا على النبي. قهر يا اخواني والله قهر. الشيطان ضحك علينا ومع ذلك ما في قرار الى الان. قررت انك تخرب مع الشيطان. قررت انك تقطع مع الشيطان. قررت انك تحرق الشيطان. متعند الشيطان. حقيقة يا اخواني واحبابي فالمسألة خطيرة، المسألة خطيرة. لذلك يا اخواني تخيلوا ها يوم القيامة الله جل جلاله له دار جزاء ودار نكال، دار نعيم ودار عذاب، جنة ونار. الجنة تسع الآدميين لو أطاعوا الله، الله خلق لهم الجنة تسعهم كلهم. لكن بعض الناس مسكين باع الجنة زي ايش؟ زي واحد مثلا قرية من القرى ولا بلد من البلاد عددهم 100 رجل أو 100 أسرة. جت الحكومة وقطعت عليهم مخطط كامل، كل واحد له أرض، كل واحد له أرض 500 متر. واحد مسكين ما هو براعي بيوت ولا هو براعي وينك؟ يبي ياكله على مقر عجله، ياكله بجذره على مقر. راح وباع الأرض، ممنوع أحد يبيع على أحد غير أهل البلد. باع الأرض على جاره. جاره كان له 500 متر، الآن كم صار له؟ 1000. طيب وين راح ذا؟ قال طلع برا. فبعض الناس أنت الآن مضمون لك بيت في الجنة، مضمون ضمان. فبعض الناس يبيع البيت هذا ويروح وين؟ يروح للنار. طيب ومكاني؟ قال يتوسع بأخوه وجاره. بعض الناس يتسع بيته ويتسع ملكه آلاف السنين. آلاف السنين من المسافات. في أثر إسرائيلي أنا ما أشترط صحته لكن من باب تقريب يقول إن جبريل عليه السلام طلب من الله إنه يمشي في عرض الجنة، يقطع عرض الجنة، العرض مو الطول، العرض. فمشى 1000 عام، أخذ من الله مدة 1000 عام، فلما صار 1000 عام طلب 1000 ثاني، كم صاروا؟ 2000. طار أنت الألف وطلب 1000 ثالث، كم صارت؟ 3000. بعد 3000 جبريل، بعد 3000 عرضت له حورية جميلة فسألها كم بقي على عرض الجنة؟ قالت الآن أنت في ملك واحد بس من المؤمنين، لسه أنت في ملك واحد